عايز اسالك بقى ليه حمزه المثلوسي مستواه بالبعد ده؟ ايه اللي حصل؟ انت بتتكلم مش عارف. في ظهير ايمن المنتخب التونسي، هقول يعني مش مدافع قليل يعني. انا اتفضل. معاك. بص بعض الاحيان اللعيب بيبقى عنده حاله نفسيه سيئه جدا جراء الهجوم الشديد عليه من المواقع، طبعا بتوصل له كل حاجه، ما تقوليش ما بتوصلوش. طبعا في السوشيال ميديا، في يعني طبعا في ثلاث اربع لعيبه كده دايسين عليهم جامد جدا، وده يمكن بقى انا من خلال برنامج الكريم بقول لهم هم دول اللعيبه اللي هيكملوا معانا الموسم يا جماعه. مش عايزين نكسر في مجاديفهم، عايزين حتى لو لعب وحش يا جماعه. المسلوسي ده لعيب زي ما انت قلت، لا صفاقس التونسي سابقا، منتخب تونس سابقا او حاليا، راجل من الباكين من الباكات المميزين في افريقيا ومصر، في افريقيا وتونس، ودائما وابدا بيعولوا عليه في منتخب تونس بشكل كبير. انا النهارده انا راجل مغترب، فلما بلاقي هجوم شديد عليا كده بالقصه دي يا كريم بيجيلي نوع من انواع الاحباط، عدم الثقه، بتهتز ثقتي بنفسي، فبالتالي بيظهر هذا المظهر للمسلوس. لكنه لعيب يبقى ان هو لعيب خبره ولعيب كبير ولعيب كويس. معرفش طبعا وجهه نظري ممكن تكون صح ولا غلط، التاثيرات الخارجيه اللي حوالين المسلوسي وغير المسلوسي. يا راجل ده بن شرقي موضوع التجديد ده عامل له مشكله، فاهمني؟ فمستواه بن شرقي اللي احنا كنا بنقول بن شرقي ونحط عليه التيم، فاكر؟ صح. ايه اللي حصل؟ فالنهارده ايه اللي حصل؟ نفس الكلام نفس الكلام، هو مشغول بالتجديد، في نفس الوقت مش قادر يقرر ايه النظام هيبقى عامل ازاي بالنسبه له. في نفس الوقت الثاني في هجوم على بعد ما كان بن قلبي هو ده محبوب جماهير الزمالك، اصبح جمهور الزمالك بعضهم دلوقتي بيقول له لا وما ينفعش، فطبعا بيوصلوا صحيح، وبالتالي ده بياخد من تركيزه صحيح. بالاضافه تحديد المستقبل ده كريم مش هين بالنسبه لاعب كره القدم طبعا. النهارده انا النهارده هروح العب فين؟ هلعب في السعوديه، هلعب في الامارات، هكمل في الزمالك، طب اعمل ايه؟ محتار، يقعد يتكلم مع ده، فبياخد من تفكيره وتركيزه.